مستهل جولتنا بين أبرز عناوين الصحف الرياضية صادرة اليوم من إسبانيا. يومية موندو ديبورتيفو تحدثت عما وصفته بعملية إشبيلية التي تنتظر فريق برشلونة، في إشارة إلى المباراة التي ستجمعه السبت بالفريق الأندلسي في إطار لا ليغا. البارسا يحذر لموقعة البيسخوان، والخيار الوحيد هو الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه قائمة في الظفر بلقب الدوري، وإلا سيخرج من مضمار السباق الذي يخوضه مع إشبيلية نفسه ومع المتصدر أتلتيكو والمطارد المباشر ريال مدريد، تكتب الصحيفة. وفي إنجلترا، ذا سان سبورت اهتمت بتأهل أرسنال بشق الأنفس إلى دور ثمن نهاية الدوري الأوروبي بعد فوزه على بنفيكا البرتغالي في لقاء الإياب بهدف قاتل للغابوني أوباميانغ، وخروج ليستر سيتي بعد خسارته إيابا بهدفين أمام سلافيا براغ التشيكي. وإلى إيطاليا، حيث لغازيتا ديلو سبورت كتبت عن النجم المحظوظ جان لويجي دوناروما الذي قاد فريقه إلى التأهل لدور ثمن نهاية الدوري الأوروبي. اليومية لم تغفل أيضا تأهل روما وكذا إقصاء نابولي المفاجئ على يد غرانادا الإسباني. والختام من البرازيل، حيث توقفت يومية لانسي عند تتويج فريق فلامينغو بلقب الدوري البرازيلي للموسم الثاني على التوالي تحت قيادة مدربه اللاعب السابق روجيريو سيني هداف حراس المرمى عبر العصور. فلامينغو خسر أمام ساو باولو، لكنه استفاد من تعادل مطارده المباشر إنترناسيونال بدون أهداف مع كورينتيانز ليتوج معه سيني بلقبه الأول كمدرب في ملعب مورومبي الذي شهد تألقه في مسيرته كحارس مرمى مع ساو باولو.